بكم إلى حلقة جديدة من شبابيك. لطالما كان ملف المنافذ الحدودية في العراق وإخضاعها لسيطرة الدولة ملفا شائكا، لم تستطع الحكومات المتعاقبة منذ العام 2003 إيجاد حل له، كما أنها أخفقت في فرض السيطرة على إيراداته وإيداعها في خزينة الدولة بدلا من أن تذهب إلى كتل سياسية وأحزاب وميليشيات تفرض سيطرتها على إيرادات هذه المنافذ في بلد يحتل المرتبة 21 عالميا في سلم الفساد وفق منظمة الشفافية الدولية. نفتح هذا الملف في موضوعنا الرئيس ونسأل عن الأسباب التي تحول دون فرض سيطرة الحكومة العراقية على هذه المنافذ. في شباك الفنون نزور المعرض الافتراضي أصداء من لبنان، والذي يعرض أعمالا فنية مستوحاة من الأحداث التي عصفت بالبلاد في الفترة الأخيرة. في شباك الدنيا نطلع على أول مسجد رفيق بالبيئة في ضواحي مدريد يعمل بالطاقة الشمسية. حلقة جديدة من شبابيك، تابعونا. نبدأ مشاهدينا كالعادة بشباك العالم وأبرز صور اليوم. ونبدأ من برشلونة في إسبانيا، وهذا المتسلق البريطاني يتصور جدار فندق ميليا سكاي، ربما ضجر من الإغلاق في بلده فهرب إلى إسبانيا. في اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد، زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أحد المستشفيات المتخصصة بهذا المرض. في مومباي يتجمع الناس في الصباح الباكر في سوق يبيع الخضار بالجملة. وفي مومباسا الكينية تتوقف العبارات مؤقتا في ساعات الازدحام صباحا ومساء منعا لتفشي فيروس كورونا، لكن الناس يضطرون إلى اجتياز هذا الجسر العائم الذي يصل الجزيرة بالبر، وقد يكون لهذا الازدحام خطر أكبر من خطر العبارات. والآن إلى أبرز أخبار كورونا في أنحاء العالم. بدأ في قطاع غزة تطبيق قرار منع حركة المركبات يومي الجمعة والسبت حتى إشعار آخر للحد من انتشار فيروس كورونا. وانتشرت عناصر من قوى الأمن في شوارع غزة للتأكد من تطبيق قرار وزارتي الداخلية والصحة إغلاق صالات الأفراح ومنع حركة المركبات في الشوارع بعد ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا منذ أيام. قالت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا إنها رصدت 30 حالة نادرة من التجلط الدموي عقب استعمال لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، وذلك بعد استعمال أكثر من 18 مليون جرعة من اللقاح. وأصرت الوكالة على أن خطر استعمال اللقاح البريطاني السويدي ضئيل للغاية، مؤكدة أن فوائده أكبر بكثير من مخاطره المحتملة. يأتي ذلك في وقت قررت فيه دول أوروبية تعليق استعمال اللقاح لمن هم دون 60 عاما، بينما تتواصل التحقيقات في مدى صلة اللقاح بالتجلطات المسجلة. أعلن نادي يوفنتوس إصابة قائده الإيطالي ليوناردو بونوتشي بفيروس كورونا. نادي السيد العجوز قال في بيان رسمي إن بينوتشي وفور عودته من مشاركته مع منتخب إيطاليا في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم في قطر العام المقبل خضع لفحص كورونا فكانت نتيجته إيجابية. وأكد النادي أن اللاعب قد خضع للحجر المنزلي. We'll be right back.
لم تنجح الحكومات العراقية المتعاقبة منذ العام 2003 في فرض سيطرتها على المنافذ الحدودية وإيراداتها، فمنذ الأسابيع الأولى لتولي مصطفى الكاظمي رئاسة الوزراء في العراق أعلن أن السيطرة على المنافذ الحدودية أولوية قصوى لحكومته، لكن ما يدخل خزينة الدولة من عائدات يكاد لا يذكر مقارنة بتلك التي تستحوذ عليها كتل وأحزاب سياسية ومجاميع مسلحة تفرض سيطرتها على هذه المنافذ. نطلع أكثر على عمل هذه المجموعات مع رانيا الدريدي ثم نبدأ النقاش. أسوأ من شريعة الغاب، هكذا وصف حال العراق عقب أحدث تقرير عن واقع الفساد في البلاد، حيث يتحكم كارتال متشابك بالمعابر البرية والبحرية ويقوم بتغطية عمليات تهرب جمركي تفقد خزينة الدولة مليارات الدولارات. وفي ظل ضعف كبير في القطاعين الزراعي والصناعي وغياب أي إمكانية للحصول على عائدات منهما، تشكل رسوم الجمارك أحد أبرز عائدات البلاد، إلا أن الحكومة العراقية المركزية لا تتحكم بهذه الموارد التي تتوزع على أحزاب ومجموعات مسلحة غالبيتها مقربة من إيران، تتقاسم السطوة على المنافذ الحدودية وتختلس عبرها ما أمكن من الأموال. يستورد العراق الغالبية العظمى من بضائعه ويعتمد في الغالب على إيران وتركيا والصين في كل شيء من الغاز إلى الكهرباء والطعام والإلكترونيات. رسميا استورد العراق ما قيمته 21 مليار دولار من السلع غير النفطية في عام 2019 وفق أحدث البيانات التي قدمتها الحكومة، مرت معظمها عبر 5 معابر رسمية على الحدود مع إيران وواحد على الحدود مع تركيا وعبر ميناء أم قصر العملاق في محافظة البصرة الجنوبية. لكن نظام الاستيراد العراقي مرهق وقديم، وهو ما أدى إلى نشوء نظام استيراد موازن عبر المعابر البرية وميناء أم قصر تتولاه أحزاب ومجموعات مسلحة، وتتحقق معظم الأرباح من ميناء أم القصر لكونه المنفذ الذي تدخل عبره الكمية الأكبر من البضائع إلى البلاد. مسؤولون أكدوا أن غالبية نقاط الدخول تسيطر عليها فصائل تنتمي إلى الحشد الشعبي سيطرة غير رسمية، وتملك هذه الفصائل مكاتب اقتصادية لتمويل نفسها، ويعمل أعضاء الأحزاب والفصائل المستفيدة من ذلك أو معارفهم وأقاربهم وكلاء حدود أو في الشرطة، ويتقاضون مبالغ مالية من المستوردين الذين يريدون تجاوز الإجراءات الرسمية أو الحصول على حسم من الرسوم. كما أن أحد الأشخاص الرئيسيين في عجلة الفساد يطلق عليه اسم المخلص، أي موظف الجمارك الحكومية الذي غالبا ما يعمل وسيطا للجماعات المسلحة والأحزاب السياسية، وبعد الدفع نقدا مقابل عمليات صغيرة أو عبر تحويلات مصرفية لصفقات أكبر، يزور المخلص الأوراق الرسمية بتحريف نوع السلعة التي تستورد أو عددها وقيمتها الإجمالية، ما يؤدي إلى خفض قيمة الرسوم الجمركية التي يفترض على التجار دفعها وتكون في النهاية أقل بكثير من القيمة الفعلية للبضائع. ويحرم هذا النظام الموازي الدولة من مصادر تمويل كان يمكن تخصيصها للمدارس والمستشفيات والخدمات العامة الأخرى. وفي هذا الإطار ذكرت وزارة المالية وجوب حصولها على نحو 7 مليارات دولار من الجمارك سنويا، لكن ما يصلها في الواقع يتراوح ما بين 10 و12% فقط من موارد الجمارك. شكرا لرانيا على هذه المعلومات. وينضم إلينا عبر سكايب من عمان يحيى الكبيسي مستشار المركز العراقي لدراسات الاستراتيجية. أهلا بك أستاذ يحيى معنا. إذا هل مستغرب أو مفاجئ هذا الخبر أو هذه الحقيقة من أن الحكومة العراقية عاجزة حتى اليوم عن السيطرة على المنافذ الحدودية، مع العلم أنها طبعا عاجزة أيضا على السيطرة على الكثير من الأمور على رأسها طبعا الأمن في البلاد؟ يعني بداية مساء الخير لك ولمشاهدي قناة العربي. يعني أنا أعتقد التقرير والذي تم تقديمه ربما سيوحي للبعض أنه لا مشكلة في العراق إلا مشكلة المنافذ الحدودية، وهذا غير صحيح. الفساد في العراق هو جزء من بنية الدولة. النظام في العراق نظام زبائني قائم على الفساد، وبالتالي الفساد هو جزء من بنية
كل سلطات الدولة، جزء من بنية كل مؤسسات الدولة، جزء من بنية القوانين، جزء من بنية الإجراءات الحكومية، جزء من بنية العلاقات السياسية. وبالتالي الفساد في العراق حاضر في كل مرفق، حاضر في كل مكان، ولا يمكن فقط الحديث عن المعابر الحدودية. المعابر الحدودية هي جزء من هذه الشبكة الواسعة من البنية الزبائنية التي تحكم العراق. ما يجري في المنافذ الحدودية يجري في كل وزارات الدولة، يجري في كل مؤسسات الدولة. يعني الفساد كما قلت هو جزء جوهري من بنية النظام الزبائني في العراق. فيما يتعلق بالمنافذ الحدودية، الأمر ليس جديدا، يعني منذ العام 2003 حتى هذه اللحظة سيطرت القوى السياسية، سيطر الفاعلون السياسيون بمختلف مسمياتهم على المعابر التي تقع تحت يعني مظلتهم أو تحت مناطق نفوذهم. هذا ينطبق على أم قصر، ينطبق على المنافذ في إقليم كردستان، ينطبق على المنافذ في الأنبار، ينطبق على المنافذ في المناطق يعني المعابر المرتبطة بإيران وهكذا. المشكلة هنا أنه هذا الفساد محصن ومحمي سياسيا، وبالتالي الحكومة عاجزة تماما عن المساس بهذا النمط من الفساد، تماما كما هي عاجزة عن المساس بالفساد الموجود في كل الوزارات العراقية والموجود في كل المؤسسات يعني العراقية. الحكومة عاجزة عن المساس، أي أن يعني أنك لا تقول أن الحكومة العراقية هي الفاسدة، من الفاسد إذن والحكومة العراقية عاجزة عن المساس بهذا الفساد؟ لأن الحكومة، تشكيلات الحكومة العراقية هي تأتي من الفاعلين السياسيين الذين يمثلون عرابي الفساد في العراق. هذه الحقيقة التي يجب الانتباه إليها. الدولة في العراق أصبحت مجرد مورد مالي للفاعلين السياسيين المهيمنين على القرار السياسي في العراق، وبالتالي هؤلاء هم الذين يحددون طبيعة وملامح الحكومة. الوزراء عمليا هم مجرد موظفون لدى هؤلاء العرابين. هؤلاء العرابين هم الذين يعينون هؤلاء الوزراء، وهؤلاء العرابين هم من يدير هذه الوزارات فعليا من أجل الاستثمار المالي. وبالتالي عندما نتحدث عن الحكومة العراقية، يعني يجب أن نميز بين رئيس مجلس الوزراء أو رئيس الحكومة الذي أيضا يأتي عبر توافقات سياسية، وبين الوزارات التي تحولت إلى إقطاعيات لهؤلاء الفاعلين السياسيين. يعني لا نستطيع الحديث هنا عن أحزاب، لا وجود لأحزاب حقيقية في العراق. الأحزاب في العراق هي مجرد دكاكين سياسية يملكها شخص معين. هذا الشخص المعين هو فاعل سياسي يسيطر على وزارة أو وزارتين، يسيطر على معبر أو معبرين، وبالتالي يستثمر هذه كموارد شخصية له، ومن أجل إعادة إنتاجه عبر تزوير الانتخابات. يعني تزوير الانتخابات مثلا هو جزء من بنية الفساد في العراق. وأنا دائما ما كنت أقول أن القوانين المنظمة للانتخابات في العراق تضمن الفساد لكي تضمن عودة هؤلاء مرة أخرى، ولا يمكنها أن تضمن النزاهة أو الشفافية أو العدالة. لهذا عندما نتحدث عن المنافذ الحدودية يجب أن نتحدث عنها بوصفها مجرد يعني شكل من أشكال الفساد في العراق. نعم، طبعا أنت تقول أنه لا يمكن فصل هذا الملف عن ملفات أخرى كملف ربما الاغتيالات وملف الفساد، إلا أن المعابر الحدودية طبعا هي شريان الحياة أيضا، أو أحد شريان الحياة بالنسبة للعراق الغني طبعا بمواردها، إلا أنه يعاني من ضائقة اقتصادية. نفس السيناريو موجود أيضا في بلدان أخرى في المنطقة، بلدان مجاورة كلبنان وسوريا. كيف يمكن مواجهة هذا السيناريو السياسي؟ يعني كما قلت، لا يمكننا الحديث عن فساد أفراد، بمعنى لا يمكن الحديث عن موظفين فاسدين هم الذين يديرون هذه المعابر الحدودية. كما قلت، هذه المعابر الحدودية يسيطر عليها فعليا الفاعلون السياسيون الرئيسيون في العراق، ويستخدمونها كمورد واستثمار مالي. وبالتالي عندما نتحدث عن فاعلين سياسيين يملكون قرارا في العراق، لا أحد يستطيع المساس بموظفيهم، لأنه كما قلت سيكون
سيكونوا المحصنين. الأمر الثاني المهم أن معظم الفساد لا يقع عمليا في المنافذ نفسها كأمكنة، وإنما يقع عبر آليات مختلفة من خلال مؤسسات الدولة. أعطيك مثال على ذلك. يعني هيئة النزاهة قامت بتحقيق قبل سنوات في قضية تسمى يعني مشهورة بقضية سجائر سوما. يعني هاي صفقة فساد كبرى تزيد عن المليار دولار. ما جرى فيها أنه اتفق فاعلون سياسيون يهيمنون على القرار السياسي اليوم في العراق على تقديم أوراق إلى سلطة الجمارك تقول لهم أن هذه البضائع هي بضائع عراقية وبالتالي لا يجب أن تخضع للجمارك. وبالتالي خسرت الدولة في هذا الملف فقط 200 مليون دولار خلال سنتين. لا نستطيع الحديث هنا عن فساد الموظف في المنفذ الحدودي، وإنما عن فساد الفاعلين السياسيين الذين يجيرون المؤسسات الرسمية لاستثماراتهم المالية ويرسلون كتب إلى المنافذ الحدودية بعدم دخول هذه البضاعة أو تلك البضاعة تحت يعني سلطة الجمارك. وبالتالي عندما نتحدث عن المنافذ الحدودية نحن نتحدث عن شبكة تشمل الدولة جميعا، ولا يمكن أن نقصرها فقط على الموظفين الموجودين في هذه المنافذ الحدودية. وبالتالي ما لم تعالجي أساس هذه الشبكة لم تستطيع أن تعالجي مشكلة المنافذ الحدودية. ما هو وكما قلت ما هو أساس هذه الشبكة أستاذ يحيى؟ وطبعا اتهامات كثيرة تطال ميليشيات مقربة من إيران. لو أرادت إيران السيطرة على العراق هل تريده بلدا معافى وغني أم بلد منهك؟ يعني أولاً لنتحدث عن ثلاثة موضوعات هنا. أولاً عندما نتحدث عن الشبكة نحن نتحدث عن النظام السياسي. النظام السياسي في العراق نظام زبائني جوهره الفساد، وبالتالي لا إمكانية للحديث عن تغيير في شبكة العلاقات أو تغيير في هذه الحقيقة إلا عبر إزاحة هذه البنية الزبائنية بالكامل، وبالتالي لن يسمح أحد بذلك. يعني الفاعلون السياسيون لن يسمحوا بذلك. وأنت شاهدت ما حدث في انتفاضة تشرين عندما استخدمت كل أنواع الإرهاب والترويع لمنع هؤلاء من يعني الوقوف بوجه هذا الكارتل الذي يمثل النظام الزبائني في العراق. الأمر الثاني المهم هنا أنه نعم الميليشيات المسلحة بعد عام 2014 أصبحت جزءاً من المستثمرين، ولكنهم ليسوا المستثمرين لوحدهم. كما قلت هناك قطاع واسع من الفاعلين السياسيين هم شركاء في هذا الاستثمار. وفي بعض الأحيان يعني يتم اتهام يعني الميليشيات المسلحة بهذا الملف فقط للتغطية على فساد الفاعلين السياسيين الذي هو أوسع نطاقاً وأقدم وأكثر رسوخا من فساد الميليشيات الذين يستخدمون السلاح يعني السلاح لفرض هذا النفوذ. يعني أعطيك مثال، من كان يسيطر على يعني ميناء أم قصر في لحظة من اللحظات حزب سياسي كان لديه تمثيل في الوزارات، كان لديه تمثيل في البرلمان، ولكنه كان يسيطر بالكامل على ميناء أم قصر، يعني يسيطر على أرصفة كاملة في ميناء أم قصر. هذا قبل ما أنت تأتي الميليشيات وقبل أن يأتي السلاح. وبالتالي أيضا هذا موضوع آخر. الموضوع الآخر موضوع إيران. نعم إيران مستفيدة بشكل واسع من هذا من قضية التهريب في العراق. وبالتالي هنا الحديث لا يجب فقط أن يكون أو عن المنافذ الحدودية. معظم استثمارات إيران تتم في منافذ غير رسمية، وبالتالي هي ليست جزءا من ما يسمى بفساد المنافذ الحدودية. يعني حلفاء إيران في العراق الذين يسيطرون على الحدود العراقية السورية بالكامل، هؤلاء يستخدمون معابر غير رسمية لتهريب أسلحة وتهريب بضائع وما إلى ذلك. هذا غير خاضع بالأصل إلى فساد المنافذ الحدودية، تماما كما الأمر مع الحدود مع إيران وهكذا. لهذا هذا ملف متشابك ومعقد، وأعتقد أنه
الحكومة أو الحكومات المتتالية ستبقى عاجزة عن التعامل مع هذا الملف، لأن هذا الملف يمثل جزءا جوهريا في بنية النظام الزبائني في العراق وجزءا أساسيا في طبيعة شبكة العلاقات السياسية في العراق. نعم يحيى الكبيسي، إذن مستشار المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك. ومشاهدينا الآن إلى لبنان لنرصد أبرز ما شغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع محمد شبارو مراسلنا من بيروت. أهلا بك محمد، مساء الخير. إذا نبدأ مع الهاشتاج الأول، هاشتاج ارحلوا، والذي يتجدد اليوم طبعا بسبب دعوة أيضا جديدة للتظاهر غدا. مساء النور ديما. تماما، ارحلوا انتشر قبل أسبوع في نهاية الأسبوع الماضي بالتزامن مع تظاهر في محيط قصر بعبدة الرئاسي، وغدا ثمة دعوات أيضا للتظاهر في وسط بيروت من قبل بعض المجموعات المدنية. هذه التظاهرات يتم الدعوة إليها عبر هاشتاج ارحلوا الذي انتشر عبر موقع تويتر. في هذا السياق نبدأ مع التغريدة الأولى لفيكتوريا زوين التي نشرت صورة مع هاشتاج ارحلوا، وكتب على الصورة: لا يرجع لبنان بلد الكرامة، ارحلوا. في سياق متصل، ماهر أبو شقرة خلال الدعوة الأسبوع الماضي للتظاهر أمام بعبدة يقول: إلى بعبدة در من أجل إسقاط النظام الحاكم ولبناء نظام بديل قائم على العلمانية واللامركزية والعدالة الاجتماعية. أما الصورة فقد كتب عليها: عون حريري بر، تنحي اعتذار، استقالة، في إشارة إلى الرؤساء الثلاثة في لبنان. أما التغريدة الأخيرة فهي لجوانا مجذوب والتي نشرت صورة كتب عليها: رئيس حكومة أقاله الشعب، ما بيرجع إلا بإرادة الشعب، في إشارة إلى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الذي استقال في نهاية العام 2019 إثر التظاهرات في بيروت. ديما، هذا في الهاشتاج الأول. نعم محمد، إذا ننتقل إلى الهاشتاج الثاني والموضوع الثاني. يعني ثمة من المعلقين أو رواد مواقع التواصل الاجتماعي من ربط بين جنوح السفينة في قناة السويس، هذه الكارثة يعني التي عاشها العالم كله قبل أسبوع، وبين المأساة الاقتصادية والسياسية في لبنان. تماما ديما، موضوع قناة السويس أو جنوح السفينة ايفر جيفن في قناة السويس اهتم بها المواطنون في لبنان بشكل عام في شقين. الشق الأول مرتبط بأزمة الكهرباء الشهيرة في لبنان والمستفحلة دوما، خصوصا أن إغلاق قناة السويس أثار الذعر في بيروت من تقنين كبير في ساعات التغذية بالتيار الكهربائي بسبب عدم وصول ناقلات النفط إلى بيروت. وفعليا اليوم وصلت ناقلة نفط كويتية إلى بيروت متأخرة عن موعدها. في هذا السياق تحديدا ومع شيوع خبر إغلاق القناة، نشر مصطفى تغريدة كتب فيها: ويتوقع أن يشهد لبنان شهرا شبه مظلم مع بداية أبريل القادم بسبب نقص حاد في الوقود اللازم لتوليد الكهرباء، وكان الأمل في ناقلة نفط كويتية وهي الآن لا تستطيع المرور بسبب إغلاق قناة السويس، عهد الظلام. أما في الشق الآخر الذي اهتم به المغردون فهو الذي ربط بين انسداد أو إغلاق قناة السويس والأزمة السياسية المستفحلة في لبنان. سامي نادر على سبيل المثال نشر تغريدة كتب فيها: مبروك تعويم سفينة إيفر جيفن بمجهود مصري أولا ودولي ثانيا، عقبال تعويم السفينة اللبنانية الغارقة، لأن على متنها ليس حاويات إنما شعب بكامله. في هذا السياق أيضا، أي ربط الأزمة السياسية في لبنان بقناة السويس، نشر كمال حمدان تغريدة كتب فيها: مشهد السفينة الجانحة في قناة السويس ينطبق أكثر ما ينطبق على واقع المنظومة السياسية الحاكمة في لبنان، السفينة تسد عرض القناة من أقصاه إلى أقصاه، والمنظومة تسد أفق أي حل إنقاذي للأزمة اللبنانية، فهل تكون المعالجة في الحالتين متقاربة؟
الشفط والشد والرفع والخلع وإفراغ الحمولة؟ هذا في الهاشتاج الثاني ديما. نعم محمد، وننتقل إلى الهاشتاج الثالث والأخير. أيضا الكثير من المعلقين في لبنان يعني وجدوا بيوم الأول من نيسان كذبة نيسان فرصة للحديث طبعا عن كذب بالتأكيد السياسيين وتصريحاتهم غير المجدية. تماما ديما، كما شرحتي عشرات التصريحات تداولها المغردون على مواقع التواصل، وهي تصريحات لوعود لم تتحقق بطبيعة الحال، وأرفقوها بهاشتاج كذبة أول نيسان. التغريدة الأولى لليندا اقتبست من رئيس الجمهورية ميشيل عون تصريحه: سأسلم لبنان أفضل مما استلمته، وأرفقته بهاشتاج كذبة أول نيسان وصورة لبيروت خلال فترة التسعينيات بعد إعمار مدينة بيروت، وصورة أخرى لبيروت خلال انفجار الرابع من آب الشهير انفجار المرفأ. في هذا السياق أيضا فاطمة عبد الله عددت بعض الوعود التي لم تتحقق بطبيعة الحال، وقالت: شو بدنا نعد الأكاذيب لنعدها، إنه نتيجة التحقيق بعد مأساة المرفأ رح تصدر بخمسة أيام، إنه الوضع رح يهدى والدولار رح ينزل، لبنان أكذوبة لا تنتهي، بلد مرهون للكذابين للمحتالين للصوص لأتفه البشر، ما عدنا نصدق شيء، كل هالأيام كذب والكذابين هن العايشين. أيضا في الشق الاقتصادي هناك وعود أو تصريحات يعتبرها الكثير هنا في لبنان أنها أكاذيب، ومنها ما أشار إليه رامي كيوان وقال: كذبة أول نيسان هذه السنة، التدقيق الجنائي، استعادة الأموال المنهوبة، كلا الأمرين مضيعة للوقت، المسألة سياسية وليست تقنية، من خرب الماضي والحاضر لا يصلح للمستقبل. في المجمل تغريدة الأخيرة لشادي جحا التي اختصر فيها المشهد السياسي العام في لبنان عندما قال: مع أنهم يكذبون على مدار السنة، ولكن الحقيقة هي أن يوم كذبة أول نيسان من دون شك عيد السياسيين في لبنان. ديما. نعم محمد، شكرا جزيلا لك على رصدك كل هذه التعليقات، ونلتقي الأسبوع المقبل. فاصل قصير مشاهدينا تتابعونا بعده. أصداء من لبنان، معرض افتراضي لأعمال فنية مستوحاة من الأحداث التي عصفت بلبنان في الفترة الأخيرة. منظمة خيرية تأخذ على عاتقها ترميم بعض الأحياء المتضررة من انفجار مرفأ بيروت. أول مسجد رفيق بالبيئة في ضواحي مدريد تستعمل فيه الطاقة الشمسية لتوليد القدرة الكهربائية. أهلا بكم من جديد. تعد معصرة الجبريني واحدة من أقدم معاصر السمسم في البلدة القديمة في القدس، إذ تقوم باستخلاص زيت السمسم والطحينة بنوعيها البيضاء والحمراء بالطرق التقليدية. نشاهد معصرة سمسم قديمة وحجارة تجاوز عمرها 250 عاما. هنا في معصرة الجبريني بالبلدة القديمة في القدس تنتج الطحينة بنوعيها البيضاء والحمراء وزيت السمسم السيرج بالطريقة التقليدية لعصر السمسم. الشيء الوحيد المستحدث على هذه الحجارة هو إدخال الكهرباء عوضا عن الدواب التي كانت تحركها في القدم. الحجارة دول ميزتهم انه بيعطوك جودة طحينة عالية، بتشفشفوش بتاكلوش، يعني بيشغل لك سنين عديدة، يعني مئات السنين من غير ما ينقص الحجر او انه يتاكل. مشكلته انه ما بيطلعش كميات. ما تزال هذه العائلة متمسكة بالطريقة القديمة لعصر السمسم. مراحل عدة تمر حتى يصل المنتج إلى مراحله النهائية. ينقع السمسم لساعات في ماء مملح
ومن ثم يشفط وينشف ويحمص في الفرن، عملية معقدة قد تأخذ أكثر من 7 ساعات. عشان الزبون يوصل لمطربان الطحينة بشغلي أنا، بيوصل الزبون تقريبا من 18 ل 19 مرحلة قبل ما يوصل للزبون مطربان الطحينة، بلقله من مرحلة لمرحلة لمرحلة وكله يدوي. هي واحدة من أقدم معاصر السمسم في القدس، وتعمل منذ 250 عاما. في الماضي كانت المدينة تعتمد كثيرا على زيت السمسم السيرج، ولذلك كانت البلدة القديمة وحدها تضم أكثر من 20 معصرة في ذلك الوقت، لكن الآن تراجع هذا الرقم إلى 2 فقط. تتضمن عملية استخلاص الطحينة والزيت من السمسم خطوات عديدة وآليات حديثة، لكن المميز في هذه المعصرة التقليدية هو استخدامها حجارة صخرية خاصة، فمن ناحية تبقي العملية طبيعية، ومن ناحية أخرى تحافظ على تراث توارثته الأجيال. أحمد جردات، العربي، القدس. أصداء من لبنان، معرض فني افتراضي عن الفن والسياسة في لبنان. المعرض مكون من 4 غرف يتضمن كل منها أعمالا فنية متنوعة تسلط الضوء على مشاعر الناس حيال الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد. والمعرض من تنظيم راندا فرح، مؤسسة أكاديمية I Have Learned، بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور الألمانية. نطلع على بعض الأعمال الفنية في هذه الجولة ضمن أروقة المعرض الافتراضي، ثم نبدأ النقاش.
وينضم إلينا عبر زوم من بيروت مال جاير مندوب مؤسسة كونراد أدينور الألمانية في لبنان. أهلا بك مالت معنا. إذا لبنان يعيش الكثير من الأزمات اليوم، وأزمات بدأت منذ أعوام كثيرة، لكن ما الذي شجع المؤسسة على تبني هذا المعرض الافتراضي اليوم؟ ما هو الحدث الأساسي؟ هل هو تفجير مرفأ بيروت، الأزمة الاقتصادية، جائحة كورونا وما كشفته طبعا من هشاشة الأنظمة إن كان الصحية أو الاقتصادية؟ شكرا جزيلا وطاب مساءكم من بيروت. في الواقع جميع هذه العوامل التي ذكرتها، الظلم والتردي في الأوضاع في لبنان على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى السياسي، في الوقت الحالي نحن نواجه إغلاقا عاما، وكذلك في آب السابق تعرضنا إلى واحد من أفظع حوادث الذي نتج عنه أزمات متعددة. وأعتقد بأن منظمتنا تبنت هذه الفكرة بالاتفاق وبالتعاون مع منظمة I have learned academy، أكاديمية تعلمت درسا، من أجل تبني شرائح الشباب من الفنانين الذين يقدموا أعمالا فنية لافتة وساحرة، وهذا ما تجلى من خلال الأعمال المعروضة في هذا المعرض الذي شارك فيه نحو 46 فنانا. نعم طبعا مالت، لولا جائحة كورونا لكان المعرض غير افتراضي، ولكان طبعا بإمكان اللبنانيين وأي شخص موجود في لبنان أن يزور المعرض، وربما لم تكن لتلك الأعمال الفرصة لأن تكون بالفضاء العام كما هي اليوم. قد يعني جائحة كورونا أيضا فرضت أساليب جديدة قد تكون مفيدة للثقافة ولغيرها طبعا من الأشياء. بالتأكيد جائحة كوفيد 19 كما تعلمون كنا نواجه وضعا صعبا للغاية هنا في لبنان من جراء تلك الجائحة، وكان ذلك من بين الأسباب الرئيسية التي دفعتنا إلى خيار المعرض الافتراضي. وأيضا أتاح هذا الخيار فرصا جديدة، فنحن سعداء كمنظمة ألمانية من خلال هذه الإمكانات التي أتاحت لنا تنظيم هذا المعرض لعدد كبير من الفنانين المحليين ونقلهم إلى العالمية. والعالم كما تعلمون كان مختلفا تماما، نعم، قبل جائحة كوفيد 19، ونحن الآن استطعنا إنهاء الأعمال اللازمة لهذا المعرض من خلال التقنية الافتراضية. نعم مالت، يعني ربما سؤال يطرح نفسه اليوم بسبب ما يعيشه لبنان من أزمات عديدة تحدثنا عنها ونعرفها، هل المؤسسة يعني تدعم هذا المشروع فقط من خلال عرض هذه الأعمال على منصة كما ذكرنا، يعني منصة قد تكون منصة عالمية، أم أنها أيضا ربما ستساعد الفنانين المشاركين بفتح آفاق مختلفة كلقاءات مع فنانين آخرين في ألمانيا أو في أماكن وبلدان أخرى، أو كدعمهم في مشاريعهم ربما خارج لبنان؟ نعم، أعتقد أن التأثير الذي نجم عن هذا المعرض سيتجاوز ألمانيا، لقد كانت له أصداء في فرنسا وفي بلدان أخرى في أوروبا، وكانت هنالك منظمات ألمانية أخرى تعمل على مستوى عالمي رحبت بهذا المعرض،
ونحن أيضا على تواصل من أجل تنظيم معارض أخرى في بلدان أخرى في الشرق الأوسط مثل سوريا والأردن. وهنالك أيضا منظمة أخرى هي KAS كونراد أدنور ستيفتنغ، قدمت الدعم وتقدم المنح التدريسية، ربما تقدم شيء من هذه المنح للفنانين، وربما نلتمس فرصا أخرى في المستقبل، ولا سيما في ضوء الآراء التي استقيناها من دول عديدة في العالم، ليست في ألمانيا فقط أو في أوروبا. ولكن إحدى الرسائل الأساسية لهذا المعرض التي نود أن نبعث بها وأن نظهرها للعالم. نعم لو سمحت مالت باختصار، نعم باختصار لو سمحت، ذكرت أن ربما مشروع مشابه سيجري في سوريا. عن أي سوريا تتحدث؟ هل سوريا النظام السوري؟ ليس أبدا، لا بالطبع، نحن لا نعمل في سوريا ولا نتعامل مع الحكومة السورية، ولكن ما أعنيه أعني افتراضيا من خلال politics.me، من خلال موقعنا الإلكتروني، وهذا هو الموقع الذي ننطلق من خلاله ونعمل في أنحاء متعددة من الشرق الأوسط افتراضيا. نعم مالت جاير، إذن مندوب مؤسسة كونراد أدينور الألمانية في لبنان، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا. وشباك الخير أيضا عن لبنان، حمل مارك ترابي الحلو رئيس منظمة فرح العطاء الخيرية غير الحكومية على عاتقه مسؤولية إعادة بناء منطقة الكارانتينا في بيروت، والتي تضررت بشدة من جراء الانفجار الضخم الذي وقع العام الماضي. ورممت منظمة الحلو فرح العطاء أحياء لبنانية تضررت من جراء الحرب والعنف منذ العام 1985. لا يزال الدمار الناجم عن انفجار مرفأ بيروت ظاهرا للعيان في حي الكارانتينا. الدولة غائبة، لكن مارك ترابي الحلو قرر أن يتكفل بهذه المهمة. يعطيكم العافية. خبرتنا يمكن سمحت لنا أنه نأخذ على عاتقنا منطقتين مضررين كانوا بشكل بيروت بشكل كبير، كونهم الأقرب لموقع الانفجار، فصار فيهم ضرر أكثر من غيرهم، وأيام ضرر بالبنية تبع البنايات، فأخذنا على عاتقنا يمكن الشق الأصعب والأكبر، ولكن الحمد لله كنا قد المسؤولية وقدرنا نغير منطقة الأكثر تهميشا في بيروت يمكن والأكثر ضررا إلى منطقة رح تصير مثالية ويحلو فيها العيش. حرام ما بيسوى. يستخدم مارك الحلو الذي يرأس منظمة فرح العطاء الخيرية كرسيا متحركا منذ إصابته في حادث غوص عام 2016، لكنه قرر ألا يسمح لإصابته بمنعه من العمل، وأدرك أن عليه مهمة يجب أن يقوم بها. اليوم الإنسان ما بيقدر يكون بكرامته إلا إذا كان تحت سقف بيته. اليوم الإنسان نحن بعتقد آيات ما عملنا كل هذا المشروع حتى نعمل أعمال هندسية وترميمية، كان فينا نجيب شركة كونتراكتينج ونطلب منها تعمل هالشغل ساعتها. احنا مش هون تنرمم الحجر، احنا هون تنرمم البشر، احنا جينا كرمال الناس اللي ساكنة هالبنايات مش كرمال البنايات. تبدو الصعوبات أمام الحلو كبيرة، فميزانية المنظمة الخيرية عالقة في البنك بسبب القيود المفروضة خلال الأزمة المالية في لبنان، لكن التبرعات تتدفق من الخارج ما يصل إلى 3 ملايين دولار نقدا، إضافة إلى مواد بناء وحاويات محملة بالطعام، وأعداد كبيرة من المتطوعين يتوافدون للعمل معه، من بينهم مهندسون وأطباء نفسيون. التطوع والتبرعات ذللت الصعوبات، فتولت منظمة الحلو إعادة بناء مساكن لحوالي 350 أسرة. في كتير سكان ما رجعت بعد 7 أشهر من الانفجار. بتعرفوا قديش كان الضرر كبير وقديش كان في شغل عم ينعمل. ما
بس أنا بقول من هلأ لشهر بيرجع عدد كبير من العائلات بيستلموا بيوتهم وأخيرا بيرجعوا بيسكنوا بقلب بيتهم. يقطن تلك المنطقة لبنانيون وسوريون وسكان آخرون، وبها فرقة إطفاء وعشرات المحلات، وقد تضرر الجميع كثيرا. من ساكني الحي أم الياس، هي أم لأربعة أبناء من مواليد حي الكارنتينا لم تغادره أبدا. حين ترى الحلو مع المهندسين وفرق المتطوعين فإنها عادة ما ترحب بهم. كان عندي شعور ما حسيت فيه اللي عم بتطلع هيك بدار على هالبلكون بلاقي هالشارع عنا اسم الله عم بعج بهالشباب وبهالصبايا وما بعرف من وين جاني يا خيي ما بعرف. طلعت لبرا قلت له ليكو ولك انتو النواب ولك انتو الوزراء، مش هو اللي قاعدين على كراس النواب والوزراء، انتو اللي جيتوا طلعتوا فينا، انتو اللي قلتوا لنا شو بدكم، انتو اللي قلتوا لنا شو عايزين. عقود من الفساد والفشل وراء عجز الحكومة اللبنانية عن أداء واجباتها، وأخذ متطوعون مثل الحلو على عاتقهم مهمة إعادة بناء المدينة. بعد مرور شهور على الانفجار لم يعد كثيرون لبيوتهم بعد، لكن الشوارع تعج بالحياة مجددا. شباك الدنيا يأخذنا اليوم إلى إسبانيا، حيث افتتح مسجد صديق للبيئة تستخدم فيه الطاقة الشمسية في توليد القدرة الكهربائية في جنوب العاصمة مدريد. المشروع هو الأول من نوعه، ويأمل القائمون عليه أن يتم تعميم التجربة على بقية المساجد. نترككم مع هذا التقرير ونلتقي غدا عند الرابعة بتوقيت غرينتش، السابعة بتوقيت القدس. إلى اللقاء. تبدو مجرد خطبة في مسجد عادي. ما ليس عاديا ويجهله العديد من المصلين هنا هو الاعتماد على الطاقة الجديدة لتشغيل المسجد. استغل القائمون على مسجد التقوى في مدريد فترة الإغلاق خلال جائحة كورونا لمد شبكة لتزويد المسجد بالطاقة الشمسية. يقع المسجد في منطقة بيا بيردي ألتي في ضواحي مدريد الجنوبية، وتقدر مساحته الإجمالية ب 270 مترا مربعا. كل تجهيزات المسجد الكهربائية من شاشات ومكبرات صوت وتمديدات التدفئة والتبريد تعمل بالطاقة الشمسية. المشروع نتاج جهد جماعي قادته جمعية الصفاء الإسلامية في جمع التبرعات من المصلين لإتمام المشروع. تقوم الألواح الشمسية بإنتاج الطاقة الكهربائية، إمداد المسجد يعني بالطاقة الكهربائية 100%، وفي حالة مثلا أيام ماطرة أو أيام ثلج يعني يتم استعمال أو لا توليد الطاقة بنسبة 10% إلى حدود 20%. المسجد ليس صديقا للبيئة فقط، بل صديق للصحة في زمن الجائحة. إجراءات الوقاية من كوفيد-19 متبعة للتأكد من السلامة العامة. 30% من السعة الكلية هي الحيز المسموح به لتأدية الصلوات حفاظا على المسافات الآمنة. تدابير يتم احترامها حتى أثناء صلاة الجمعة. عندما يأتي المصلي كي يصلي، أولا نأخذ الحرارة، ثانيا نعمل جيل، ثالثا الأحذية توضع في الكيس ويأخذها مع يعني جوا المسجد. يأمل القائمون على المسجد تعميم استخدام الطاقة الخضراء على بقية المساجد بالتعاون مع السلطات المحلية الإسبانية. سلطات استحسنت المشروع بحسب هؤلاء وأبدت اهتماما واستعدادا لبحث سبل التعاون في المستقبل. التقوى أول مسجد صديق للبيئة ويستخدم الطاقة البديلة، تحول يقول القائمون هنا إنه يستجيب لانشغالين: الحفاظ على المحيط وتخفيف فاتورة الكهرباء. معاذ حامد، العربي، مدريد.